مستمرة هي معاناة الفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية في محافظة بابل بسبب تحول مشروع جدول بابل إلى عقبة تحول دون وصول المياه إلى نحو 20 قرية وعشرات آلاف الدونمات الزراعية. جفاف غيب مظاهر الحياة في تلك القرى جراء قيام وزارة الموارد المائية بالتبطين الجزئي للمشروع منذ نحو 6 سنوات. مناطق منكوبة تعاني من شحة مياه قاتلة بسبب تبطين جدول بابل العروائي. هذا الجدول اللي يبلغ طوله 36 كيلو بطنه ومن عنده 8 كيلوات، ال 8 كيلوات تصاميمهن غلط فأثر علينا بشحة المياه، قلت لك شحة مياه قاتلة. سكان مناطق جدول بابل أكدوا أن الجفاف تسبب بتلف المحاصيل الزراعية ونفوق أعداد كبيرة من الحيوانات فضلاً عن هجرة الفلاحين لأراضيهم، الأمر الذي تسبب بزيادة أعداد العاطلين عن العمل هناك. منطقتنا تعاني من الجفاف يعني مدة 5 سنوات ولحد الآن ما لقينا حل لهذه المشكلة، وتهجرنا ومتنا جفاف ونفقت الحيوانات، ويعني مناطقنا هاجرنا منها إلى المدينة وشبابنا عاطل عن العمل. لحد الآن ماكو عندنا عمل يعني غير الزراعة، ومن يعني شحة المياه الناس هاجرت. وعلى الرغم من المناشدات الكثيرة والتظاهرات التي نظمها أهالي تلك المناطق لمطالبة الحكومة بإيجاد حلول عاجلة لأزمتهم، إلا أن مطالبهم لم تلق آذانا مصغية من الجهات الحكومية ذات العلاقة. الحكومة المحلية لم تجد حل رغم أنه المناشدات الكثيرة، الناس طلعت مظاهرات، الناس يعني بخروج المظاهرات تشبه بشكل العصيان المدني. رئيس الوزراء السابق طلبنا من عنده أنه يتدخل ويحل هاي القضية، لكن ما وجدنا حلول. ويؤكد المتضررون من هذا المشروع من الفلاحين أن تبطين جدول بابل يشكل ضررا كبيرا لهم ولأراضيهم الزراعية، بالرغم من تعهد وزارة الموارد المائية بإيجاد حل مناسب لمشكلة هذا المشروع. مشروع بابل أنجز جزء من عنده وتوقف وسبب هذا الإرباك طبعا في عملية الري. هنالك حلول لدى الوزارة وإن شاء الله يعني إحنا طالعين عليها هسه، قبلنا أيضا مهندسين وسيتم إن شاء الله يعني إكمال المشروع كما يجب. مشروع تبطين جدول بابل إذا ما مضى كما خططت له وزارة الموارد المائية سيؤدي إلى تهجير أكثر من 30,000 شخص من الفلاحين والمزارعين، بالإضافة إلى إتلاف المئات من الدونمات الزراعية.